معقول هيك يا روتشيلد؟ بعد الوعد اللي نفذناه لك اياه؟ ليش شو في؟ بلغني انه في مساعدات ماليه ضخمه عم توصلكم من يهود مصر والعراق. وين المشكله؟ ما في مشكله، بس لا تنسى اتفاقنا. يا لورد، انا ذاكرتي قويه جدا جدا جدا، واي شيء بدك اياه راح يوصلك فورا. هذا الرد اللي كنت حابب اسمعه. بالمناسبه بلغني كمان انكم ضاعفتوا اعداد المهاجرين بالشهر الاخير 4 مرات. يعني هالشي بيزعجك؟ بالعكس، يا ريت تزيدوها اكثر واكثر، لانه احنا بجوز بالفتره الاخيره نضطر نغير قرارنا. الحقيقه هالشي بيسالنا كثير، بس ممكن اعرف ليش؟ لانه العرب بلشوا يحسوا بترتيباتنا. صحيح احنا عم نقمعهم حاليا، بس بعدين بدنا نضطر نسايرهم. الحقيقة يا اخوان، انا جماعتكم اليوم لحتى نتشاور بالوضع الخطير اللي وصلنا له بعد ما خانت بريطانيا وعودها معنا. ما عم صدق يا حاج انه اليهود ممكن يتجمعوا عنا بفلسطين ويعملوا لحالهم وطن ودولي. لحالهم ما بيقدروا يعملوا شيء، بس بريطانيا معهم، وهون مكمن الخطر. معناها لازم نخلي عيوننا مفتحة. ما بيكفي، نحن لازم نبدأ المقاومة فورا. كيف؟ أول خطوة لازم ننشر الوعي بين الناس أو نستعد للجهاد. أحيانا بسأل حالي أسئلة صعبة وبفكر فيها كتير، بس للأسف ما بلاقي لها جواب. مثل شو؟ مثلا ليش الله اختار اليهود بذاتهم وعملهم شعبه المختار؟ ليش شردنا آلاف السنين؟ وما دام هو اللي شردنا، ليش لا يبعت المسيح المخلص ويخليه ينتقم من اللي تشردنا عندهم؟ وعشرات الأسئلة من هالنوع. في ناس كتيرين بيعتقدوا على انه الرب قادر يعمل كل شيء وانه قدرته ما إلها حد. الرب مو ضروري يكون اعلم من كل عباده، ولا ضروري يكون اقوى منهم كلهم. افترضي انه في مهندس اخترع معلقة واخترع قنبلة، شيء طبيعي انه يكون هو اقوى من المعلقة، بس كمان هو أضعف من القنبلة. وهيك بالنسبة للرب، أحيانا بيكون أضعف من بعض عباده وبتفلت الأمور من بين إيديه. لهالسبب بيصنع لحاله شعب مختار بشان يساعده بالأزمات والشدائد. طيب وليش شردنا كل هالسنين؟ غلطة مزدوجة، هن عصوه وهو تسرع بعقابهم. يعني ندم؟ طبعا ندم كتير، بس معذور لانه ما كان بيعرف انه الامور رح توصل لهالدرجة. وين شربتي؟ ولا شيء. امبارح سمعت نفس الكلمة عم يقولها بابا لامي. اي كلمة؟ انه ما كان بيتصور الامور توصل لهالدرجة بينه وبين روتشيلد، ولا بين روتشيلد وبيلفورد. ليش شو صار بيناتهم؟ شو بيعرفني؟ كل الامور ملخبطه. البابا بيقول انه روتشيلد سرقه وانه رح ينتقم منه. طيب بلفورد شو دخلوا بهالقصه؟ ما بعرف، بس حسب ما فهمت انه العلاقه بين روتشيلد وبيلفورد صارت سيئه كتير، وانه البابا ممكن يستفيد من هالشيء.